أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة، وينص القرار بحظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات إجراءات الصادر والاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، وكذلك حظر التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي. ونص القرار على أن كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المقيدة لذلك.